خلينا نتكلم على النهارده النادي الاهلي خاض كمان مرانه، يعني ده قبل المرانه الاخيره على التتش في الساعه، كان الساعه 4 طبعا. بعد التمرين توجه الفريق اللي طبعا زي ما قلت احد الفنادق في القاهره، طبعا يعني معسكر مقفول خلاص، بيبقى في برنامج مخصص للفرقه، الفرقه بتخش المعسكر، بيبقى في يعني محاضرات نظريه بشكل كبير جدا، محاضرات معنويه بشكل كبير جدا، كل ده استعدادا طبعا للمباراه النهائيه. كمان لعبوا النادي الاهلي اجروا طبعا مسحه طبيه النهارده قبل التمرين في مقر النادي بالجزيره، وعقب ده كان اول ما رجعوا من اسكندريه، وطبعا يعني زي ما بقول انتهت مباراه ابو قير، قفلوا الملف، عملوا المسحه، وبعد المسحه قرروا امتى ميعاد التدريب. النهارده بيتوجهوا للمعسكر المغلق، زي ما بقول احنا هنا من البيت الكبير، وارجو من كل جماهير النادي الاهلي ان نتعامل مع المباراه بهدوء، ان نحفز لاعبتنا بهدوء، مفيش نوع من انواع العصبيه، مفيش انواع من انواع الشد، احنا سبورت للفرقه، ورا الفرقه، ورا جهازنا الفني، الثقه كبيره جدا جدا في لاعبتنا، والثقه ديت زي ما بقول لكم ان شاء الله بتوصل للعيبه بشكل هادي. وانا متاكد ان هذا الاربع ايام اللي جايين ان شاء الله ان موسيماني وجهازه الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ اعتقد قادرين ان هم يحيطوا الفرقه بجو من مش هقول من السريه، لكن من الهدوء ومن التركيز، وان شاء الله باذن الله زي ما بقول لو النادي الاهلي وكل لعيبته ان شاء الله يوم 27 في حالتهم الطبيعيه ان شاء الله باذن الله يكون الفوز من نصيبنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. النهارده يمكن الحقيقه انتشر كلام كتير جدا عن اصابه وليد سليمان بفيروس كورونا، والنادي الاهلي بيعلن النهارده وهو كمان اعلن على صفحته انه اصيب بالفيروس هو وابنه. ربنا يشفيك يا كابتن وليد انت وسليم يا رب. هيخضعوا لمسحه طبيه جديده خلال ساعات ان شاء الله عشان نطمن على حالتهم. والاهلي قال انه باستثناء اللعيبه اللي سبق واعلن او اعلن عن ايجابيه المسحه الطبيه ليهم، فالامور ماشيه بشكل جيد جدا داخل الفريق، ومفيش اي حالات اخرى قبل معسكر الفريق اللي بدا النهارده بعد التدريب. يمكن ما لحقش كمان النهارده يمكن خبر وحش بعد الكشف عن محمد شريف لاعب وسط الاهلي والمعار طبعا او كان معار في صفوف انبي، النهارده برضه بيصاب بفيروس كورونا للاسف. والنادي الاهلي قال انه المسحه الطبيه اللي خضع ليها محمد جت ايجابيه، والنهارده بينفذ برنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزاره الصحه لانه يتعافى منه باذن الله. محمد شريف يمكن رجع للانتظام في تدريبات الفريق خلال الايام اللي فاتت بعد ما انتهت اعارته للصفوف انبي زي ما قلنا، ومن المقرر انه يخضع لمسحه طبيه جديده خلال ايام بعد طبعا ما ينتهي البرنامج العلاجي الخاص ببروتوكول وزاره الصحه زي ما قلنا. وكده كده يعني يمكن الاتحاد الافريقي بيعلم النهارده افتكر يوم الثلاثاء هيعمل مسحه طبيه لجميع اللعيبه في الاهلي والزمالك، عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي هتقطع الشك باليقين. النهارده بقى عندك فلان ده اتصاب، فلان ما اعلنش، فلان اعلن. الاتحاد الافريقي النهارده او يعني اعلن انه المسحه الطبيه ديت هتجرى لجميع اللعيبه سواء في الاهلي وفي الزمالك، وده اللي المفروض يتم. ده طبيعي، ده طبيعي، وزي ما قلت لك يمكن زي ما بقول احنا عايزين نتكلم بكل امانه بكل شفافيه، يعني الموضوع ما بيستخباش يا جماعه، يعني وسائل الاتصال السوشيال ميديا اصل فلان اتعور، اصل فلان عنده كورونا، احنا بنتكلم من خلال منظومه طبيه داخل النادي الاهلي، اي حاجه بتحصل بتوصل لنا وبتوصل لحضراتكم، فمش عايزين كمان نعمل دوشه على الفريق من غير لازمه. ان شاء الله باذن الله كل الفريق يتعافى باذن الله، وممكن جدا المسحه لاي لعيب بعد يومين ثلاثه تكون المسحه سلبيه، فبرضه التركيز مهم جدا، الهدوء مهم جدا. وخلونا نتكلم ان شاء الله باذن الله اي 18 16 11 راجل هيكونوا ان شاء الله يوم 27 بغض النظر عن الاسماء هيكونوا رجاله في الملعب، وان شاء الله باذن الله يتوجوا بالفوز. النهارده كمان زي ما بتكلمنا حديث يعني عن كورونا بشكل كبير جدا، النجمنا طبعا محمود كهربا هيجري مسحه طبيه تاني يعني يوم الاثنين ان شاء الله عشان نطمن عليه قبل الانضمام لعسكر الفريق، استعدادا طبعا لمواجهه نادي الزمالك. احنا عارفين ان محمود كهربا خضع لفحوصات وتحليل طبيه امبارح السبت بشكل منفرد، اثبت جميعها يعني الحمد لله في تحسن مستمر بشكل كبير جدا، لكن كمان بنطمن عليه ان شاء الله كمان بكره باذن الله يعمل مسحه وان شاء الله تكون سلبيه. وزي ما بقول لكم بطمنكم يعني في حالات كتيره جدا جدا بعد يومين
اثنين ثلاثة بتبقى المسحة سلبية، وفي بتبقى إيجابية إن شاء الله كل الناس تبقى سلبية. وزي ما بقول لكم أي 11 راجل هيكون إن شاء الله متواجد في يوم 27 بإذن الله، كلنا ثقة وكلنا إن شاء الله إيمان بفوز النادي الأهلي بإذن الله. ربنا يشفي إن شاء الله. كهربا يمكن هو أحد الخيارات الهجومية المهمة النهاردة في الملعب بعد كمان تألقه في الفترة الأخيرة على يد موسيماني. ربنا يشفيه ويشفي شريف ويشفي وليد وجميع اللعيبه المصابه، يعني جميع المصابين النهارده. كمان يمكن قبل ما نروح لاخبارنا العالميه خبر عن الاهلي ويدل على فكره الحقيقه موسيماني، الراجل الحقيقه اللي النهارده في ظل تلاحم الموسم حريص كل الحرص انه يخلق حاله من الانسجام ما بين كل عناصر فرقته. فالنهارده قرر انه يضم رباعي الفريق غير المقيد في القائمه الافريقيه اصلا، عارفينهم دلوقتي بقينا كلنا عارفينهم، صلاح محسن، نصر ماهر، اكرم توفيق، بدر بنون كمان انضموا للمعسكر النهارده اللي هيبدا، وبيستعدوا طبعا لخوض نهائي دوري ابطال افريقيا المحدد ليه يوم الجمعه زي ما قلنا على استاد القاهره الدولي. صحيح مش هيشاركوا بس وجودهم كمان مهم جدا في هذا المعسكر عشان عمليه الانسجام دي تم بشكل يعني جيد جدا. يمكن النهارده برضو الرباعي دول قاموا باجراء مسحه طبيه مع الفريق، جت نتيجتها سلبيه الحمد لله، ومن ثم يعني واجدوا في تدريبات الفريق بمعسكر مغلق، كل ده استعدادا للنهائي طبعاً الافريقي. مهم جدا. الناس بتقول لك طب هم ليه انضموا هم مش موجودين في القائمه الافريقيه، لكن حتى على المستوى التدريبي على المستوى طبعاً الفني موسيماني بيكون رؤيه معينه من خلال اجراء تقسيمات، ممكن جدا اللعيبه دي تشارك بشكل تكتيكي، عايز يطبق حاجه على الفرقه مثلا، الفرقه اللي هتبدا مباراه الزمالك عايز يطبق حاجه بشكل معين. كلها دي حاجات فنيه موسيماني بيطرحها من وجود الرباعي الموجود ان شاء الله في معسكر النادي الاهلي.